أنا مواطن تونسي من مدنين من قرية اسمها أم التمر من عائلة فقيرة جدا. طوى الأكيد كي بشبدا نحكي برشا بش يقولوا وكأنه يتاجر يعني بماضيه برشا قالوا هالي زعمة مناضل. لست مناضل ومانيش من عائلة مناضلة، ولكن النضال أشكال. أنا كي حليت عينيا أول فشل الساعة، أنا نمن بالفشل يصنع الأسطورة. أول فشل للساعة في حياتي أني حليت عينيا ما لقيتش بابا. ذاك الساعة السؤال اللي قعدت نسأل فيه. ثاني فشل وقت اللي لقيت بابا، لقيت روحي مطالب أني أغادر تلك الطفولة الجميلة، ولاد خالاتي وعماتي فهمني، الناس اللي تربيت معاهم ولعبت معاهم وعملت معاهم ذكريات وبنينا أحلام حتى نقولوا في مدنين بالقزة بالرمل فهمتني. فالوالد كان مضطر أنه يغادر مدنين، فغادر وغادرنا وتركنا كل شيء، أشياءنا وأشلاءنا. وكنت مطالب أني نبني طفولة جديدة، نلقى روحي من أقصى الجنوب في المرسى، من مدنين نلقى روحي في المرسى. ليس عيب، ولكن العيب أنه ما تتقبلش من الأول. عندنا مشكلة كبيرة برشا في البلاد، ما ثمش عنصرية، ما ثمش جهويات. ثم العنصرية وثم الجهويات، حتى لو كان مخبية في القاع موجودة على الأخر. أول سؤال يتسأل كان في تونس، أنت منين؟ ودينا من تونس. إي يعود لك منين من تونس، مهم ياسر فهمني. هذية تقريبا ما شفتوش في العالم. كنت متميز جدا في الدراسة، وما كنتش متميز جدا، وما كنتش عندي الحلمة أني يكون طبيب كيما الأطفال ولا محامي ولا قاضي كستاندار. نتذكر كانوا كيسألوني إيش تحب تطلع، نقولهم ما نعرفش. معناتها الحلمة كانت فلو شوية. فنلقى روحي في المرسى وسط بيئة أخرى، ثقافة أخرى. أول مرة عمري 8 سنوات، أول مرة في حياتي عمري 8 سنوات أرى البحر. حدث تاريخي بالنسبة لي أنا في حياتي، أول مرة نشوف حاجة فيها مام مسيبة، نسمع عليها شفتها في تصاور، أما أني نشوفها ونمارسها. وغطست وغرقت أنا وأختي وخالتي، ربي سامحها خالتي فهمتني، ولا هي اللي غرقتنا، مشكورة لو كانت تتفرج فينا فهمتني. يعني كنت أنا في الوسط، كنت قصير ولا أزال كنت في الوسط، كانت أختي على يميني وخالتي على يساري، هما الزوز اللي غرقوا. فكانوا يترادحوا علي أنا، نعم كانوا يترادحوا. ففي المرسى سنة رابعة ابتدائي خذيت جائزة يوم العلم 19.52 معدل، وخذيت الجائزة بتاع يوم العلم على تونس الكل من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. هذاك زاد كان حدث بالنسبة لي أنا. وكنت ديما نعوض في القراية، كنت منزوي على الأخر، حشام على الأخر. وكنت باش ما نقولش نكذب، أما كنت عندي خيال برشا. معناتها النجم نجي نحكي حكاية نقول عرضني جريندايزر توا فهمني، ولا وشفت سكوب فولونت ودر شنو فهمتني. معناتها كان عندي خيال خصب على الأخر، وكليت من أجل ذلك الخيال برشا ضرب. بعد اكتشفت اللي هو هذاك نورمالمون ما تتضربش عليه، تطوره او توجهه تقول له راه مش كذب، ما تجيش لولدك تقول له راه كذب. هاني نسايس في روحي توا انا مع ولدي، ولدي نفس الثنيه زاد طالع البوه فهمتني. دونك معناتها خذيت السيزيام، ولهنا كان المنعرج. خذيت السيزيام مشيت قريت في قرطاج الرئاسه. قرطاج الرئاسه هذا المعهد يحتوي على زوز طبقات، طبقه ثريه جدا 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 جدا، وطبقة فقيرة جدا اللي منهم أنا. فما كانش تم طريقة أخرى إلا الضحك والتنكيت والتهميش الوضعية الكل. معناتها تولي تضحك تشوف. نعطيك مثال يعني، وكنا سعداء جدا، احنا الوحيدين الفقراء وقتها فهمتني
اللي ظاهرين انه شرينا حوايج العيد في العيد الصغير، خاطر الاخرين ديما عيد خويا، ديما لبسه ديما لبسه ديما لبسه، احنا في العيد الصغير. ونتذكر مره يعني انا عندي الوالده، الوالده بالنسبه لي انا هي الروبير ولاكس اللي في حياتي، امي هي لاكس في حياتي، لانه امي وقت اللي كان بابا غايب، والجمله هذه يزكم تسمعوها، والحال اشتاء تجي تقول الليله حلها لبلابي، هي الطريقه اللي تقول بها امي الليله حلها لبلابي، تقنعك اللي بالمنجد الليله حلها لبلابي. وهي قالت هكاك لانه معنا كان الخبز والحمص احنا، اما انت تقتنع تقول لا، حتى لو كان ثم الكافيار والسمو الليله حلها لبلابي. قلت الاشكال في معهد كرتاج، يعني كان ثم زوج طبقات وقتها، ترهوجت انا، ضعت في القرايه ودخلت في فتره مراهقه عجيبه غريبه. بابا كان موظف في ديوان التونسيين بالخارج، فهمني ناب عليه ربي بدويره سنيت في المحمديه، دونك من المرسى كنا مطالبين كنا كارين انه نمشيو للمحمديه، فالمراهقه ايضا تركتها غادي في المرسى، وليت مطالب باش ناسس علاقات اخرى، معناتها مراهقة أخرى، قصص حب أخرى، فهمني. مشيت لليسي المحمدية الحق سانكيماني سكوندير، ملي دخلت دوبلت ونجحت لسيزياماني سكوندير، عملتها زادة دوبلت، فهمتني، ودوبلت 4 سنوات في البكالوريا، 4 سنوات في البكالوريا، لأنه وقتها دخلت للمسرح وكنت فاهم بالغالط المسرح، دخلت المسرح كنت نتصور وهو البديل عن الدراسة. دونك مشيت قريت في الباك، عديت العام الأول كما قلت لك دوبلتي ظلي بستة معدل، العام الثاني أنا آداب، العام الثاني 7.5، رغم اللي كنت متميز في الفلسفة والعربية، فهمني، وكنت ضعيف جدا في الإنجليزية لدرجة لا توصف، معناتها مهزلة، فهمتني، في الفرنسية أيضا ولا أزال، فهمت يعني، لا والله تو والله العظيم. العام الرابع قريت في معهد اسمه النجاح، معهد اسمه النجاح، وحق ربي 8 سنين لنجح فيه واحد، حكو كبير رمطيشة، فهمتني، كلام بذيء على الجدران، فهمتني، معناتها مسائل مرعبة، فهمتني، سبورة مرة طاحت على بروف لونجلي، معناتها هاو ار يو، قال هاو ار يو، هاو ار يو، تقول له اسم الله على راسه، قعد غادي يعني وضعيه، فهمتني. بعد مشيت نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي، كي دخلت للمعهد العالي للفن المسرحي انا قبلها عملت يعني مسرح في دور الثقافه، في دار الثقافه المحمديه، وقبلها باش نحكيكم على اهم تجربه ممكن في حياتي، عملت كلون مهرج، عملت 14 سنه مهرج، الشخصيه اسمها شهلول، ومعايا صديقي نصيب هذا اسمه دلول، شهلول ودلول، كنا يعني في المقاهي والحانات واعياد الميلاد، فهمني، بتاع الاثرياء. باش نحكي لكم زاد قصه، مره كلمتني امراه على وقت لي عسام سي جعفر، قلت لها ايه، قالت لي سي جعفر بربي باش تعمل لي عيد ميلاد ولدي، قلت لها ايه مدام، فلسين نحن قداش، قلت لها 200، قالت لي لا برشا 20، قلت لها مدام تياتي حتى 10000، والله راهو جو مش نورمال. مشينا خويا، ما أمسطها من عائلة، عمري ما ريت، الساعة ملي تخدنا قالت لي عيّا بدلوا ضحكونا، وأنت يعني بك كان لخلقك، قلت لها مدام تو بدلوا، قالت لي لا يزق ضحكونا، قالت لي أسمع ولدي، قالت لي هو صعيب شوي، هو ولدها تو كان راه نحصروا أنا، دون لو تون ولدها يلعب بالأورديناتور، دون لو تون نقصت، تصور انا كلون وعامل فوني وماكياج، عملت واي، عمل ايه؟ ما مستو يا ماما، تعرفش معناتها لينا ما مستو يا ماما، معناتها مش خلصونا. معايا صاحبي ذي سنقول، قلت له يهودي يزمو يضحك، شنو هي ما مستو يا ماما؟ واي، عمل واي واي، ما تحركش الجمله، واي، قلت له واي، قلت له خلي تدخل امه للكوجينه تنضحكوا بالسيف، امه دخلت جبدته، قلت له اسمعني وحق ربي، قلت له ما تضحكش من بعد يا ملي مين طلع، يا ملي طلع، سمعتني، قلت له
امه جات وكذا وي يعمل لي ماما ما حبيتوش هذا من عبوش يخوف علي انا يخوف انا ما نقصيو نعمل يخوف يخوف ثم مرا كبيره قاعده كيما الباب هذاك مشيت انا مترا تفازه هكا ما نسمع في دروح قلت لها باش نخلص هاي تضحك هاي تضحك هاي تضحك انا صخيبه تضحك المراه مريضه في حاله وتكح الشعر لميت حاسينه للامانه المراه ما خلصتناش يرحم والديها في الليله فهمتني بعد التجربه هذه مشيت دخلت للمعهد العالي للفن المسرحي قريت 4 سنوات دوبلت زاد عام في وسط المعهد العالي للفن المسرحي اللي انا حاجه نحبها على الاخر وباش نحكي لكم قصه رسوبي في المعهد دوبلت في المعهد وقت اللي ترشحت لجائزه احسن ممثل في مهرجان المسرح التجريب بالقاهره كي روحت في فن الممثل خديت 2/20 في تونس الله يا شهيده وانا متوج وسط 42 دوله وترشحت مع سامي العدل الله يرحمه وينعمه جائزه احسن ممثل دونك فهمت اللي كونه اللي تقراه شيء واللي تمارسه شيء نجم تكون في القسم ما عندك حتى علاقه اكاديميا نحكي وتنجم تكون في الدنيا ممثل وعندك طاقات وكذا فعملت برشا تجارب تلفزة مسلسلات برامج تلفزية عملت أول وان مان شو اسمه واحد منا المسرحية هذه إخراج منير العرقي إنتاج ويب آر ونص محسن بنفيسة وعملت تجارب في الإخراج فمني والأرتح بالنسبة لي أنا هو كان الإخراج وإلى حد هذه اللحظة كان الإخراج ولكن كنت نعيش مسائل مع دقيقة جدا كنت أتأرجح بين العهري والشرف معناتها في بعض اللحظات الإنسان مارس العهر الفني من أجل لحظة شريفة ساعات تلقى روحك تخدم في حاجة ماكش مقتنع بها بالكل أما الظرف هو اللي لزك باش تكون في اللحظة هذيك من أجل لحظة شريفة اللي أنا نسميها وقت اللي نعمل ريتشارد روا وإلا حقايب ولا البروجي هذا باش حتى حد ما ينجم يسنصرك ولا حتى حد ما ينجم يقمعك ولا حتى حد ما ينجم يسيطر أنت تسيطر تبدأ أنت مستقل ماديا وقت تنجم تبدأ الشهرة كيما حاجة باهية الشهرة دمار شامل كل شيء أمبليفيه كل شيء مفخخ نحكي لكم قصة مرة قعدت ساهر أنا نشرب وسهرت مع أصدقاء مقربين جدا صوروني فيديو أصدقاء من الدومين فهمت الإشكال شنو هو صوروني فيديو وهبطوني هاو في قاعد وهاو يعملوا كذا في الاثناء كنت نخمم زاده كيفاش ننجم نعاون خاطر انا عاونوني برشا ناس عملت الراديو في راديو اي اف ام الراديو هذا كان الراديو التاسع في تونس اليوم هو الراديو رقم 2 على مستوى نسب الاستماع تونس الكبرى وبرنامج فز تسمع العز اللي هو 5 سنين هو البرنامج الاول على مستوى نسب الاستماع في تونس الكبرى نهار 2 باش نوليو كامل تراب الجمهوريه فهمتني عملت برنامج اسمه يد واحدة ومن وقتها زاد حياتي تبدلت اكتشفت برشا حاجات وباش نعطيكم تو معلومة باش تروحوا طايرين مش نطور برشا أنا اكتشفت في برنامج يد واحدة اللي كونوا نسبة 90% من التوانسة باهيين أما ديما نحن نحكيو كان على الخايب وكي تحكي على الخايب تقول أمي يبذر يكثر كل ورم اللطف تحكي عليه يولي ساكنك قررت ما عادش نحكي على الخايب جمله في حياتي يعني. اللي عمل معي الخايب ما عادش نحكي عليه نحرمه من كلامي نحرمه من تفكيري نسبريميه ما نحكي كان على الحاجات الباهيه ونغامر وما نمنش مجرب وطبيب ودر شنو هذاك لا اسال مجرب وما تسالش طبيب لا ما نسالش مجرب انا باش نجرب ما الإشكال ما أدراك يقول نيتش
تلهثون وراء الحقيقة ما أدراكم أنها أسلم لكم من الوهم. شكون قال لك صحيح أنت؟ شكون لو كان هو المجرب مصدق سمعني وتبلع؟ أنا أذكى منه يعني المجرب، يلزمني نجرب ويلزمني نغلط، يحق لي الخطأ في هذا البلد. وديما نقول أنا ويمش نغلط في موريتانيا، مش نغلط غادي بعد نجي، لا لا، نعمل برنامج تافه ونعمل مسلسل تافه، ومن حقي نغلط كما الجوار في الكورة من حقه يضيع بيلانتي، ومن حقه يفشل في الدومي فينال، من حقه ياخذ فلوس كذا يتحاسب. أما زاد احنا بشر نجم نغلط في أي لحظة. إن شاء الله ربي ينجحكم، حتى شيء ما يجي بالسهل، اسمعوني من الآخر بكل، حتى شيء ما يجي بالسهل، ردوا بالكم على حاجة واحدة، أحلامكم. وردوا بالكم لا يدمركم أحلامكم بشتى الطرق، سواء العائلة، الأصحاب، الجيران، الخلان، الحبيب، الحبيبة، خاطر الحبيبة تنجم تدمر الأحلام، والحبيب ينجم يدمر الأحلام، تبقى عاملة هك حيط عمرها، تستنى فيها وين مشيتها وين جيت انت وينك مدام، هو على روحه اوكي وهي على روحها، كل حاجه ما فهمتني، كل حاجه في بلاصتها، ما نقعدش واحلى غادي نشوف فيه في ربي احلى لي وقت شي يجي وقت شي اموره يجي ولا ما يجيش اموره. سامحني صاحبي اما لازمني نحكي عاد فهمني، وهي زاد كيف كيف. دونك كل واحد يقول انا باش نكون، ويقول زاد انا باش نكون الاولاني. أنا عمري ما قلت باش نجي الثاني راه، ولليوم الغدوة باش نعطيكم معلومة أخرى، بالنسبة لي أنا كل يوم يجي نقول اللي عملته مفسخ، ديسكدير كل مفسخه، اليوم باش نبدا، واليوم زاد يلزمني نكون الأولاني، أما كيفاش تعمل على الماضي متاعك وأنا عملت وأنا قديت وأنا حققت ما عنده حتى معنى، خاطر الشيء قاعد يتطور والجينيراسيون اللي جاية ذكية برشا وتخدم ياسر، إن شاء الله ربي يوفقكم، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة.